ولد عبد الله السلال في قرية شعسان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء عام 1917 ميلادية. التحق بمدرسة الأيتام في صنعاء عام 1929 ميلادية، ثم أكمل دراسته الثانوية في مدينة الحديدة. وبعد إتمامه للمرحلة الثانوية سافر إلى العراق عام 1936 ميلادية ضمن أول بعثة طلابية تلقت العلوم العسكرية خارج البلاد، حيث دخل الكلية العسكرية العراقية وتخرج منها برتبة ملازم ثاني عام 1939 ميلادية. وفي العام التالي لعودته اعتقله الإمام يحيى بسبب آرائه السياسية الداعية لتغيير سياسة البلاد والمناهضة لسياسة العزلة التي كان يفرضها حكم الإمامة على البلاد، ثم أفرج عنه والتحق بالجيش اليمني من جديد عام 1940 ميلادية، واستمر في عمله لثمان سنوات متتالية. شارك في ثورة الدستور عام 1948 ميلادية وسجن على إثرها، فحكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام، قضى 7 منها، ثم أفرج عنه عام 1955 ميلادية بقرار من ولي العهد محمد البدر آنذاك، حيث عينه البدر رئيسا لحرسه الخاص. وكان هذا الإفراج غلطة ولي العهد التي يقال عنها أنها كلفته عرشا. وفي العام 1959 ميلادية عين مديرا لميناء الحديدة، ثم سجن للمرة الثالثة عام 1961 ميلادية لأسباب سياسية تتعلق بنشاطه في أوساط الضباط اليمنيين ضد حكم الإمامة. كان السلال أحد أبرز أعضاء التنظيم السري للضباط الأحرار الذين خططوا وفجروا الثورة. خرج من السجن عام 1962 ميلادية، فعينه الإمام البدر رئيسا لأركان جيش الإمامة. في 19 من سبتمبر توفي الإمام أحمد متأثرا بإصابته التي تعرض لها في مستشفى الحديدة على يد 3 من الضباط الأحرار في 6 من مارس عام 1961 ميلادية، وخلفه ابنه البدر. وفي اليوم الثاني من تنصيبه إماما ألقى البدر خطابا قال فيه: إذا كان والدي يقطع الرأس من الرقبة فإني سأقطع من نصف الجسم وسأتابع سياسة والدي. عندما سمع الضباط الأحرار خطاب البدر عقدوا اجتماعا على الفور وقرروا تفجير الثورة. وعند تفجير الموقف بإعلانهم الثورة وجدوا أنفسهم بدون مؤونة أو ذخائر. كان المشير عبد الله السلال المنقذ الشجاع لثورة 26 من سبتمبر ورجالها، فعندما وصل لاستلام القيادة وبعد الاطلاع على المواقف المحرجة والصعوبات التي واجهها الثوار ليلة قيام الثورة، خاصة مع قرب نفاذ الذخيرة والوقود، كان أول عمل قيادي بطولي وعبقري قام به السلال بصفته رئيس أركان جيش الإمام البدر أن أعطى أمرا بفتح قصر السلاح والذي كان يضم مخازن الأسلحة والذخائر والوقود وكل ما تحتاج إليه الثورة لضمان استمرار عملية التصدي للمقاومة الشرسة والمستميتة التي واجهت قوات الثوار من قصر الإمام البدر وقصور الأمراء والمسؤولين. قام الضباط المكلفين بإخراج الذخيرة والأسلحة وتموين كل المواقع العسكرية للثوار وإخراج الدبابات والمصفحات وتزويد الرجال المكلفين بتنفيذ مخطط الثورة بكل ما يحتاجون إليه، مما بعث الأمل من جديد وشحذ الهمم لدى الثوار جميعا، فاستعادوا السيطرة على الموقف. وفي ذات الليلة وبعد سيطرة الثوار عليها زادت إذاعة صنعاء في بعث الحماس لدى المواطنين والثوار عند سماعهم المذيع وهو يقول: هنا إذاعة الجمهورية العربية اليمنية. فأيقن الجميع أنه النصر. تحققت في يوم 26 من سبتمبر ثورة اليمنيين الخالدة والتي أطاحت بحكم الإمامة للأبد. بسم
الله وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع 27 من ربيع الثاني لعام 1382 السادس 26 من سبتمبر 1962. في اليوم التالي لقيام الثورة اختير العقيد عبد الله السلال رئيسا لمجلس قيادة الثورة، وتمت ترقيته من قبل مجلس قيادة الثورة إلى رتبة المشير، وفي أغسطس عام 1963 ميلادية أصبح السلال أول رئيس للبلاد بعد صدور دستور مؤقت للجمهورية العربية اليمنية، وأعلنت الثورة إلغاء الفوارق القبلية والدينية، كما أعلنت المساواة بين الطوائف وإلغاء الرق. وخلال عام 1964 ميلادية وضعت خطة كبيرة لنشر المدارس والتعمير وتعبيد الطرق ودعم الرعاية الصحية. واجه السلال معارضة من بعض القبائل مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية، تفاقمت الأمور بينه وبين بعض الجمهوريين اليمنيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء اليمني آنذاك عبد الله العمري. وفي محاولة لإخراج البلد من أزمتها استجاب السلال في الأول من أكتوبر عام 1965 ميلادية لاقتراح الرئيس جمال عبد الناصر بالعودة إلى القاهرة تاركا للمجموعة الأخرى من الجمهوريين فرصة ممارسة الحكم من أجل تحقيق السلام وحماية الجمهورية.